كيكة الفنجان على البخار اعتبروها من أنجح وصفات الكيك اللي هتحضروها بالبيت بالخلاط، وبعشر دقايق رح تكون نافشة وهشة ونافخة، والأهم إنها رح تستوي وأكيد ما رح تهبط معاكم، ما بتحتاج لكتير ظروف لحتى تطلع كيكة كتير ناجحة. أما الطعم فهو قصة تانية وحكاية، وقدموها يا بفنجين الشاي يا بفنجين القهوة. بالخلاط بحط 4 بيضات، معلقة كبيرة من الفانيلا، كوب من سكر شعبان، السكر الناعم الحبيبات اللي بحب أستخدمه دائما بكل وصفاتي وموجود بكل مكان، وكوب من الزيت وكوب من الحليب. بحطهم كلياتهم بالخلاط، بخفقهم كتير منيح ليصير لونهم على بياض. بحط كوبين من الطحين، ربع كوب من الكاكاو، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، بحب هذا النوع أمريكان جورمي بجنن. بخلطهم كتير منيح مع بعض ليصير قوام مثل هيك. باخد فنجين القهوة أو فنجين الشاي بعبيها للنص، وبحط بطنجرة على النار تكون عندي ماخذ الربع من المي المغلية، الحرارة بدها تكون عنا هادية، ومن نغطيها بورقة أو فوطة من المطبخ عشان تاخد كل البخار اللي بيطلع على الغطاء وما ينزل على الكيكة. بتزينوها لأنها ما رح تاخد معكم أكثر من 12 دقيقة وتطلع بتشهي القلب.